عايش. بالنسبة لي أمين الاكتشاف متاع الجمعة هذه متاع الموز متاع الموز وباش نستثمر فيك نبيعك الجمعية قوية البر اي قوية مرحبا أمين يعطيك صحة جيتنا من عايش ميرسي بور لانفيتاسيون من مروج من مروج ساوث سايد ساوث سايد بونليو سود بونليو سود عمرك 15 عام بديت ترابي تو عمرك 24 تو هكا في اوت جينا على 25 ما شاء الله دونك انت تو 24 عام عمرك 15 عام بديت راب معناها ما شاء الله عليك عندك اول سام في حياتي 15 عام اما مانيش رابي بروفيسيونيلمون معناها اول سين لعبتها في حياتي كنت في الباتل ام سيز اللي صار في الاكروبول يوم يظهر لي 2012 2013 اول مره وقتها رابيت معناها قدام عبيد اما وقتها ما عنديش موسيقى مانيش رابور معناها مانيش داخل في البروسيس نتاع ميكن ميوزك فهمت اوكي شكون عاونك ودازك باش توصل توا انا نرى امين توا فيك لاشين يوتيوب اللي عندك ما شاء الله عندك برشا متابعات برشا غنيات الايف كولد هارتليس كل نهار مع ايهاب بيتس yes. عندك ظهر لي عندك مع حكايه ايهاب بيتس هو البيت ميكر نتاعك ظهر لي وي هو البيت ميكر اللي نخدم معاه بصفه منتظمه معناها انا توا اكثر من عام ونص نخدموا مع بعضنا وكاهو هو من المروج زيدا من المروج تحيه للناس اللي تسمع فينا من المروج yes, تحيه yes. زيدا الايهاب احنا زيدا اوني انتريسي في البروجرام نتاعنا ان نجيبوا زيدا مشكل رابور حتى البيت ميكر نعتبرهم زيدا نتصوروا بيت ميكر مهم توا ولا سورتو في الفاج اللي باش نحكيوا عليها من بعد كيفاش توا الرابور ولا اسهل حاجه يعملها انه يشري ريتم حاضر يشري انسترو يشري بيت دونك هذه حاجه تصعب الخدمه برشا في اللي بيت ميكر في تونس دونك انا نولي نختار عندي ميتوتود دو شوا اكثر من اني نمشي البيت ميكر يكلف لي تيتر غالي شويه وكاني باش نمشي نفصل حاجه عند تيرزي سي اكزاكتومون سا اما كي تفصل عند تيرزي تخرج لابس خير بطبيعه وحاجه اوريجينال حاجه نتاعك انت ايهاب كان تحكينا عليه تمنيت له كان يكون بحذانا زاد اليوم ايهاب صغير في العمر 22 سنه من المروج هذا بدا يعمل موسيقى وهو صغير بيت ميكر راه هنا مهم برشا في الجيم التونسيه توا قاعد يبروفي كل مره مش معايا انا كهو قاعد يخدم مع برشا رابوريت بلوز اوموا رابوريت تاع تونس الكل خدم معاهم المعروفين ولا المش معروفين أوكي. وقاعد يعمل في حاجات حلوين برشا معناها نكمل الرصيد اللي عندك الحمد لله الحمد لله فيها سكيت في الاول تبدا بتليفون على الامريكان على الامريكان نايس نايس ميد نايت اللي كنا سمعناها توا على ديوان اف ام زاد اش حاجتك في بلينغوز بلينغوز دونك انت تاتوشي برسك برشا دي رابور عمل فايت معاهم كان تسمي لي اللي فايت معاهم الاخرين خدمت انا وبلينغوز انا وكانز بيان سور فاميليا كانز صاحبي من كبير سلم عليه ولد الكانز انا واللينكو انا وخليل الكاز اذا اخويا نسلم عليه السيربون هذوما اللي نتذكرهم فما راف انا وراف من سوسه زاد باش تخرج مازال ما هبطش توا ذوما اللي نذكرهم حتى فما تعاملات مع عباد واللي تعامل معهم الكل نسلموا عليهم سميت لي ليلكا وينو ليلكا؟ ليلكا ولا يخدم ليلكا يخدم تحية الخليل اللي غايب برشا شوي شوي يخدم انا راه فيه يخدم وكها عنده برشا حياة خاطر عنده حياة أخرى بار الموزيكا اوكي دونك عنده ديزونجاجمون تاع الدنيا عندكم شي حاجة أنتم الجروب كامل مع بعضكم حاجة جديدة؟ بور لو مومون ما نكذبش عليك لا بور لو مومون انا نحاول نركز انا ويهاب على حاجات دي سولو اخر سولو خرجناه موتيفي اللي دار عمل شوي حس قبلو داير مبارك لك على الخروج موتيفي اللي هو خليني نكتشفك فيه ان كليب تري بيان رياليزي شكون رياليزاتور رياليزاسيون كان اسامه ذياب نسلم عليه صاحبي زاد اسامه ذياب من العباد اللي دازوا معايا يصور لي بلاش فلوس ماك تعرف الجو نتاع تونس نحنا كل شيء بوبل تحيه لي تحيه لي خدمنا الكليب ويهب خدم البيت وانا فيك لي انفلونس نتاع الروك حابين نعملوا جيتارات روك وهذيك الافكار اللي قاعدين ماشيين فيها في اقعد رايت حابين نعملوا اغنيه نتاع الشاب حسني سامبلناها عملنا سامبلينغ نتاع الشاب حسني من الاول عملنا كيراي وجو بعد مشينا للروك في الريليس الجاي عندنا تيتر مسامبلين لطفي بوشنيق سلموا على سي لطفي بوشنيق الاستاذ ريتك ما نعرف وين
هذا تترجي مسامبلين الغنية هذيك دونك ميريتكش ما نعرفش وين رديناها ميريتكش ما نعرفش وين دونك هذا هو البروجي جديد انا ويهاب وقتاش نسمعوا ان شاء الله هذه ان شاء الله دون دو سمان ان شاء الله ان شاء الله امين نذكر جيتنا من مروج اول ما سمعتك فكرتني بروبير تونسي نفس الفلو نفس الصوت شكون اسمه ويستار ويستار صاحبي خويا ويستار ويستار انا اول ما سمعت مشي في بالي ويستار بدل اللوك نو ويستار صاحبي خويا فرد سيكتور انا ويستار عنا علاقه هكا غريبه شويه غريبه وي وي غريبه هي عجيبه غريبه بالنسبه للببليك خاطر انا البات اللي لعبته ضد ويستار كي كنت صغير وربحت ويستار وبعد ولينا اصحاب على الاخر والعبيد ما فهمتش يا اخي بكم باتليو بعضهم وبعد ولاو اصحاب كيفاش ويستار رابور بي على الاخر من اللي كل قديمه اللي انا كنت شيخ عليها واللي سمعتهم وانا صغير مينو ويستار الكانز الجروب هذيك كانت تعجبني معناها باش نسلك لك عليه وينو ويستار انا برشا ما سمعنيش ويستار نقابلو انا راهو يجي طول حذانا ديما وساعات كي يعمل ضربات زاد كيف كيف دي زونجاجمون تاع حياه ما نعرفش انا برجوليه نقول لك جيبو هو راهو يستحق زاد وجيب جماعه الكل ويستار يحكيو ويسار من قدم من الديناصورات بتاع الهيباب في تونس عنده فيرس في سيب الكانز إبداع إبداع الكانز ويستار رابور كيما حكيت لك به اما في انا عندي شبيهه بالوجه هاك بالوجه اما في الفلو ليه راني قاعد الفلو موجود في نفس ميد نايت عندك في اول ميد نايت ويستار بالضبط التريب ميوزيكا التريب حتى صوت ممكن اما انا نحاول راني في توا في العمر هذا نحاول ما نشبع الحد ويظهر لي وصلت للمرحله اللي ما نشبع الحد ولا هذا هو سبب لي اللي خليك خاطر كان ما عندكش التامبر نتاعك ما تنجمش تعمل موسيقى تعرف انت اكثر من اي تقابلنا زيدا في الوقفه الاحتجاجيه قدام وزاره الخارجيه شؤون الخارجيه في تونس يس عرفت عليك وقتها في وقفه احتجاجيه خونا سمرة دونك سمعتك زيدا تحكي هيب هوب في العمر هذايا انسان يحكي على تيمبلاند ويحكي على الدغارق نتاع الموسيقى الهيب هوب منين ليك الكولتور هذه وشنو هو لي زانفلونس نتاعك في الهيب هوب اسكو انت من ليكول القديمه خذيت الروتس خذيت انا الحقيقه اي من ليكول القديمه تراب كود كويست الروتس برشا نحب الجو ذاك برشا هكا تجي دله ام اف دوم فهمت وتاثرت بالراب الامريكاني بويسك مشيت نقرا انجلي دونك وليت نفهم في الرابرات شنو تحكي كانوا عندي زاد اصحاب توا يعيشوا في امريكا نسلم عليه باع الحمون صاحبي بالقدا هو اللي غرمني بالحاجات هذوما كان يعطيني البومات نسمعهم ريزنبل داوت الماتك كان البومات كلاسيك نتاع الهيب هوب الكل كل اللي سمعتهم وتاثرت بهم تعجبني الايبوك هذيك الحق نحب الجو هذاك وهنا نواكبوا في العصر الجديد زاد فما الموسيقى قاعده تطور وتقدم وليت خير فيها اما ديما بالنوستالجي هكا الاجواء هذيك الهيب هوب الاصيله الاولد سكول وي باهي انت تقرا انجلي دونك نتصور تو ما عادش نقرا جمله مالور نتصور مازال عندك نقرا على رواحكم الاولاد ان بوينت فورس بالنسبه لك انت اي رابور انه يتقن الانجلي دونك حاولتش تعمل تراك بالانجلي عملت اون بتيت هكا كارير بالانجلي عملت غنيات بالانجلي عملت برشا غنيات بالانجلي نتصور تو بور لوفيرتور دو مارشي لازم انسان يتميز يعمل حاجه ان بو سبيسيال انا ننصحك انا نحكي لك تاع الفلو دان انجلي انا نحكي لك الحقيقه نقول لك الحقيقه انت باش تعرفوا السيد انا مره عيطوا لي في بلاصه من غير بوبليسيتي البلاص باش نلعب موزيك حضر لي دي جي اسمه بابا بين اكاس فيقسي اللي يلعب مع موزديف كنت تذكر مع موزديف كي موزديف جي لتونس يس دونك هو خارج ياسر مع جماعه اصحابي دي جي قالوا له هاي تيان راه فما طفل صغير امين قاعد يلعب موزيكا بالانجلي وباهي ودرجنا طلعت انا نغني درجنا بعد قالوا لي هذاك دي جي موزديف هبط نحكي معاه قال لي يعطيك الصحه انرجي باهي اما وي دونت نيد رابرز تو سبيك ان انجلش وي نيد رابرز تو سبيك ذير نيتيف لانجويج معناها هو قال لي تكلم بلغتك خير معناها وانا هذيك بدلت لي نظرتي وقتها برجولي. انا نتصور هو راه متفاهمين في الموضوع هذا سينو لو كان انت تحب تعمل اوفرتور دو مارشي تحب تحل باش تسمع اكثر في لي بلاتفورم تاع يوتيوب مش مسموع كان في تونس دونك انت تحب تعمل اوفرتور دو مارشي وعندك ان بوينت فورس اللي تي تتكلم بالانجلي بي وعندك لو فلو دان انجلي عندك زيدا الثقافه نتاع لي بوب الاسئله اللي ريتها فيك في كلامك في حديثك في الميم حتى لي زانفلونس اللي تبع فيهم
دونك نصيحه نصيحه من راجل كبير اعمل شويه انت بوريست انت بوريست اعمل شويه راب انجلي انت بوريست بتعرف ما يبيعش لا لا ولا مش يبيع لا لا بور سو ديستينغي انا بوتيتر نحس الريب بالرسمي فيك الميلونج نتاع العربي والانجلي انا نحبوا برشا في الراب هذاك هذاك نخدم عليه هنا ديجا فوالا فوالا ريت ان في لي بارول نتاعك باش نرجع لك زاد على البارول نتاعك ونوبخك زاد على البارول نتاعك قال لي اللي حبيت لو كان تعمل تراك كلين يا خويا عمل لي اربعه ديرتي وعمل لي واحده كلين والله ما نكذبش عليك في الكلين عندي كلكو تراك كلين موتيفي ذولي الاخر كلين كلين انا راه تلمو ما نفهمش كلين ومش كلين ساعات راني ننسى شوف لهنا peut-être ma vision l'hip hop il est très ouvert حتى في الكتيبه مي سينون رابور زيد بور سو بريزونتي لازم زيد كلكو فيرسيون كلين من peut-être من الذكاء ممكن نحكي هذا في جديد باش نوليو نخدموا عليه في تيتر قاعد رايد في جديد خدمنا ان نكونوا تيتر كلين ما لا بيع زيادة تيتر كلين يتسمع نحاولوا نخدموا عليها الحكايه ذيك بالكدي ونركز انا فيها اما ساعات تحب تعطي حاجه كيما تحسها فهمت متفاهمين هذيك كيف تبدا تعمل انت انا البوم في 13 تيتر عندك الحق تكور سينون لازمك تسوني بيان القلم سورتو كيف تولي انت تحب تقرب اكثر للبوبليك انت تو في peut-être maturité c'est une semaine maturité tu as hip-hop tu as un rappeur tu as في وسط le game sinon zeda ماذا بيا لو كنت عمل quelques titres pour te présenter في les radios zeda انا par exemple un des émissions l'année ماذا بيا نعدي غنيات كلين مريقله جوها باهي وتعرفني زيد بالتكنيك نتاعك من غير قلم محرش ظهر لي فهمتك بالكدا وعندك حق وان شاء الله نخدم عليه في جديد هذا ان شاء الله ونبعث لك ليك انت سورت اول واحد انت تريد كلين نبعثهم الخوات مرحبا بك دونك فرحان برشا اللي جيت بحذانا اليوم في لا ديكوفير دو لا سيمين اول مره نجيب في لا ديكوفير دو لا سيمين رابور في العاده نجيب اغنيه نجيب ريميكس دونك انا فرحان عايش البورت اوفيرت امين تنجم جينا وقت ما تحب تبعث لنا موزيكتك نعديوها yes. في اوربان 5 نتمنى لك برشا توفيق ان شاء الله في الكاريير نتاعك بديتها بقوه فيتشرينغ مع باغ اكزومبل بلينغوس غوس بوينتور بلينغوس باش يكون بحذينا بعد شويه yes. في اوربان 5 في انترفيو اكسكلوزيف يعطيك الصحة أمين مرة أخرى ميرسي بوكو عايشك سلم على إيهاب بيتس سلم على ويستار زاد على ويستار على الكنز على الأولاد الكل والعبيد اللي تبع فينا بيكاب تو ساوث سايد ساوث سايد مروج ديما حاضرة مرحبا بك أمين نخليكم توا مع ضيفنا الديناصور اللي قادم بعد شوية بلينغوس في درج ورجع